إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا الشكل الاحتجاجي هو بروميرمون على قطاع الصحه على الصعيد الوطني، حيت قطاع الصحه حاليا كيعاني مشاكل كبيره. من اول مشكل كنعانيو منه هو اننا كنقراو فواحد نوفيل ريفورم، فواحد السيستم اللي حنايا كنقراو كل عام وما كنعرفوش اش كيتسناونا الاعوام اللي موراها. والمشكل الثاني اللي كاين هو مباراه التخصص، حيت مباراه التخصص المهم واقعين فيها مشاكل كبيره. حنايا عملنا وقفه صامته، كانت جنازه كنشيعوا فيها الصحه العموميه. مشاكل ديالنا متعدده، من غير ان عندنا مشكل ديال ان لافاك ما تفتحاتش، ان المستشفى الجامعي ما كاينش، اننا كنقراو فواحد المدرسه اللي ما عندها حتى علاقه بالدومين ديالنا. عندنا مشاكل اخرى، ان الوزاره بغات تبيع الصحه للقطاع الخاص. يعني دابا واحد كيدخل يقرا طب في كليه خاصه يقدر يجي يلتحق بينا وتا هو يعمل التدريب ديالو في مستشفيات عموميه ويعمل امتحانات ديال التخصص فحالنا فحالو، زعما ما كاين حتى فرق. كاينه مشاكل اخرى، حنا عندنا زعما خصص كبير بزاف في المستشفيات ديالنا، خصص كبير زعما الطبيب ملي كيمشي يخدم ما كيجباش الدور في الملائمه، ما كيجباش الماتيريال. عندنا مشاكل ديال الطلبه ديال السنه السابعه اللي ديما كيدخلوا في مشكل، ديما كيتعرضوا للضرب والقذف وما كاينش شي قانون كيحميهم. كنشوف غير الصحه العموميه ماشيه في الحضيض، كنشوف انا عملت الميديسين وضيعه، ما عندي لا مستقبل لا والو، هادشي اللي كنشوف، زعما كنشوف حياتي كتضيع. كيفاش تعاملت الوزاره المعنيه؟ تعاملت بمجرد وعود كذبه. احنا في شهر مثلا اشهر كذا كذا شي نفتحوا لكم لافاك، شهر مثلا هذا العام كانوا شهر 11 في نوفمبر كانوا كيقولوا لنا يفتحوا لنا لافاك، صافي صبرنا عامين قلنا صافي يفتحوا لنا لافاك. اذا بهم كيجي كيقولنا مكتب الطلبه اللي كيتواصل معهم مباشره قالنا لافاك ما تفتحش، نصبروا حتى شهر فبراير. قلنا واخا نشوف نصبروا. هذا جينا شهر فبراير نفس الهضره، ما عارفينش ملي كنهضر مع شي واحد كيقول لك انا ماشي من جهه مسؤوله. لحد الان باقي ما عرفنا شي جهه مسؤوله، وكنتمنى يحقوا لنا المطالب ديالنا واخا كنشوفوا ما يحقوهاش. باقي ما كاينش بالتاكيد شنو هما الخطوه التصعيديه اللي غيكونوا. زعما كاين مجموعه من الاراء، كاين اللي كيقول باننا غنزيدوا نعملوا وقفه احتجاجيه، اخرين كاين اللي كيقولوا غنعملوا مسيره احتجاجيه غيتجمعوا فيها الطلبه كاملين في الرباط، وكاين اللي كيقول بان الحل الامثل هو نقطعوا نهائيا الدروس والتدريب الاستشفائي حتى يشوفوا لنا شي حل.